صباح الخير يا كيجي، معاكم مدرسة دار المعارف. هنا هنشرح مادة اكتشف الترم الأول. النهاردة في الدرس بتاعنا يا ولاد هنشرح أفراد الأسرة. يعني إيه الأسرة؟ يعني بابا وماما وإخواتي. طيب أو تعالوا نشوفها مع بعض. الأسرة عندي الأب والأم، بابا وماما هما دول أساس الأسرة. طب عندي كلمة الأخوات، يعني إيه الأخوات يا مس؟ الأخوات يعني إحنا لو عندنا أخوات بنات بقول كلمة الأخوات، لو عندي أخت بنت أو أختين أو ثلاثة الأخوات. نخلي بالنا يا ولاد عشان بعد كده إيه عندي كلمة الإخوة. الإخوة دي بنقولها على أخواتنا الولاد أيا كان برضو العدد بتاعهم. عندي اتنين ثلاثة، يبقى أنا بقول على الولد الإخوة والبنات الأخوات. طيب عندي كلمة المتشابه والمختلف. متشابه ومختلف في الأسرة عندي مس. تعالوا كمان نشوف هنا صاحبتنا نهى. نهى لدي أختان، أختان على البنت أي عندها بنتين اتنين. طيب تعالوا نشوف سامح له ثلاث إخوة. إخوة دي يا ولادي يعني البنات ولا الولاد؟ حبايبي الشاطرين الولاد، برافو. طيب هو عنده رقم كام؟ عنده ثلاثة، دي واحد اتنين ثلاثة. طب هنا كده يا ولاد بقى في تشابه وفي اختلاف. يمس في هنا هم متشابهين ان هم عندهم اخوات، بس مختلفين في ان نهى عندها بنات وسامح عنده ولاد. يبقى انا هنا كده عندي تشابه ان هم عندهم اخوات، وعندي اختلاف في ان هم مختلفين في النوع في الولد والبنت. طيب اصحابنا هنا الحلوين برضو عندي متشابه ومختلف مع مين بقى يا ميس؟ عادل له اخت واحدة، اخت واحدة، اخت يبقى ايه؟ ولد بنت، برافو علينا يا ولاد شاطرين. طيب مي لها اختان، اختان يبقى ايه؟ ولد ولا بنت؟ يبقى بنت، هي عندها اختان يعني اتنين بنتين. هنا يبقى هما متشابهين في ايه يا ولاد ومختلفين في ايه؟ متشابهين في انهم الاتنين عندهم بنات بس مختلفين في العدد. عرفنا كده مختلف شبه عندنا في الاسرة. طيب انا عندي هنا العائلة. يعني ايه بقى العائلة يا ميس؟ العائلة يا ولاد يعني بابا وماما وخاله وخالته وعمه وعمته. طيب تعالوا نعرف مع بعض مين هو، مين هو مين؟ عندي العم والخال. العم والخال يعني الولد. طيب انا لو شوفت هنا الخال اهو طلع الولد. طيب الخال هو بيبقى اخو بابا ولا اخو ماما؟ ها انا بقول لاخو ماما ولا اخو بابا يا خاله؟ خاله اللي هو اخو ماما، صح، برافو علينا. طيب وطبعا بنحبهم جدا. تعالوا نشوف مع بعض تاني هنتعرف على مين. هنتعرف على العمة والخالة. طيب العمة هنا يعني البنت. العمة هتبقى يا ترى بقى ما اخت مين؟ اخت ماما ولا اخت بابا؟ تعالوا نفتكر كده. انا بقول يا عمته او يا عمه لمين؟ لايه؟ اخت بابا. عمته بتبقى اخت بابا وبرده بنحبها قوي. طيب هنا يا ولاد كده هنشوف مع بعض ماما عندها كم اخت وكم اخ، وبابا عنده كم اخت وكم اخ، ونركز قوي في كلمة الاخوات. وايه ونشوف امي لها نقط اخت او اخوات. اخواتي بقى ايه؟ بنات. احنا شايفين صورة ايه؟ كم واحدة يا ولاد؟ تعالوا نعد مع بعض هنا، واحد اتنين. يبقى انا عايزة اكتب هنا على السطر بتاعي رقم اتنين، يبقى ماما عندها ايه؟ اتنين اخوات بنات. طيب امي لها اخ نقطة وبعدها اخ اخوة. اخوة يعني ولاد ولا بنات؟ لا، يبقى الاخوة يا ميس يبقى ولاد، برافو علينا يا كيجي. طيب تعالوا كده نعد عندها كم واحد؟ واحد اتنين تلاتة، يبقى انا هكتب رقم تلاتة. طيب تعالوا نسأل برضو تاني ماما نشوفها عندها اتنين، بابا بقى نشوف عنده كم اخ وكم اخت.
أبي له نقط أخت أخوات، عنده بقى أخت واحدة ولا أخوات يعني بنات. دي واحد اتنين تلاتة أربعة، يبقى عنده كام يا ولاد؟ عنده أربع أخوات. طيب أبي له نقط أخ وإخوة، هو عنده كام؟ عنده واحد بس، يبقى أخ، يبقى رقم، هكتب رقم واحد. يبقى أنا كده عرفت يعني إيه عمة وعم وخال وخالة. طيب عندي هنا شجرة العائلة يا ولاد، يعني الأسرة بقى الكبيرة كلها. عندي أهو بابا وماما وجده وتيتا أو جدتي، وعندي إخواتي كله. طيب مع بعض بقى نرسم شكل جده وتيتا ونعرف مين جده ومين تيتا. جده يا ولاد اللي هو بيبقى أبو بابا، أهو جميل وبيحبنا وبيقعد معانا. طيب جدتي بتبقى أم ماما، هي دي جدتي برضو اللي بتحبنا وتحب يعملوا لنا كل اللي احنا بنحبه. طيب اقدر بقى ارسم صورة لافراد عائلتي وهم بيساعدوا بعضهم؟ طيب مش احنا يا ولاد بنساعد بعض وبنساعد ماما في البيت؟ انا هنا ممكن امسك انا واخويا، احنا الولاد والبنات بنساعد ماما وبابا في البيت. اقدر ان انا امسك المكنسة واكنس الارض، وممكن انا واخويا بنساعد ماما واحنا بنحط الاكل على الايه؟ على السفرة، صح؟ يبقى انا اقدر هنا اساعد ماما. طب مين بقى يا ولاد؟ تعالوا نشوف هنا كلمة من، اين، متى. يعني ايه من؟ مين اللي بيساعد ماما في البيت؟ انا واخي، احنا الاتنين ولاد وبنات بنساعد ماما في البيت يا ولاد. طب اين؟ في المنزل، البيت اللي احنا عايشين فيه بننظفه. طب بننظفه متى؟ كل صباح، كل يوم الصبح انا بصحى بقعد مع ماما بقول لها يلا عشان نروق واساعدك في ترويق الشقه. طيب وانا بساعد ماما عايزه ارسم اداه تساعدني في تنظيف ايه؟ الفصل. انا كمان الفصل بتاعي انا لازم انضفه. طب هستخدم معايا هنا المقشه والجاروف عشان الم بيها التراب. طب بعد ما الم التراب هحطه فين؟ انا هرميه في الباسكت، ما بنرميش حاجه بره الباسكت. وبعد كده بمسك يا ولاد الميه والبخاخه بتاعتي، واقدر ان انا امسح اي سطح عندي يعني ازاز او خشب، اقدر ان انا امسحه واساعد ماما في البيت في الفصل. طيب عايز دلوقتي اتعرف على المهن. ايه هي المهن يا ولاد؟ الشغل اللي احنا بنشتغله. عندي هنا صوره طبيبه دكتوره، وعندي صوره طبيب يعني دكتور، يعني الدكتور ممكن يبقى ولد وممكن بنت. طيب ايه الادوات اللي احنا بنستخدمها؟ الطبيب بيستخدم الطبيب السماعة، وكمان معاه ترمومتر يا ولاد عشان يعرف بيه درجة الحرارة بتاعتنا. وعندي كمان الحقنة اللي هو بيستخدمها لو انا عايزة اخد في ايه؟ في حقنة. طيب ممكن اعرف ايه المهنة التانية الجديدة معايا؟ عندي هنا المهنة ايه؟ الفلاح. الفلاح ده يا ولاد هو اللي بيجيب لنا الاكل بتاعنا وبيزرعه في الارض. طب الادوات اللي بيستخدمها معايا هنا المحرات او الجرار. الجرار او المحرات يا ولاد هو اللي بيساعد الفلاح في الارض عشان يقلب الارض ويجرفها. طيب الفاس بيقدر برضو يقلب بيها ويزرع بيها الزرع. طيب والمقشة او الجراف بتاعه عشان يشيل اي ورق شجر واقع عشان الارض تبقى نظيفة. طيب انا هنا معايا حد تاني، يا ميس لسه عندنا هنا العالم اللي ممكن يقدر ان هو يعمل لنا مثلا الدواء بتاعنا. يبقى الادوات بتاعته ايه؟ بيقدر ان هو يستخدم العدسة المكبرة، وكمان ده يا ولاد اسمه المخبار، يعني الازازة اللي بيقدر يحط فيها الادوية بتاعته والمواد بتاعته عشان يعرف ان هو ايه؟ يقلبها مع بعض ويطلع لنا الادويه والحاجات اللي بيعملها. معايا هنا صوره ده ايه؟ ده لابس لبس الضابط ومعاه خرطوم، يبقى ده رجل الاطفاء، رجل المطافي. طيب ايه الادوات اللي هو بيستخدمها؟ الطفايه بتاعه الحريق، ومعاه ايه تاني؟ الخوذه اللي بتحميه طبعا يا ولاد، وكمان هنا معاه السلم عشان لو طالع على عماره كبيره يقدر ان هو ايه؟ يبقى سريع. طيب
هنا اقدر اقول لكم ان احنا وصلنا لاخر الدرس، واقدر اقول لكم كمان ان احنا نشرح مع بعض دروس تانية كتير. ومع السلامة، باي باي.